طبعا ناس مدنيين على ساحة التحرير قمعه والشباب بشكل وحشي يعني عام شامل رمي كان هيك عشوائي يعني كتلوا الكتلو وصوبوا وصوبوا رجع من انهي البث رجع من البدايه شوفوا شوف الدم وشوف اللي وقعوا واللي جاي يرمي هذا والاحمر بس تصير هيك هذا وين هذا وين بس بس انت ما صور بهذا وين يطلع حمار ما رايح هاي انتم هنا حمار حمار هو انحصر حيدر بس هذا ابو الاحمر جاي شوفوه هذا وشايل وراء قوات الشباب وراء الشباب باعوله هذا شايل بندقية ابو الاحمر هذا شايل بندقية هو هذا باعوله الشغب ما يلزموه زوانك بعد يوم لابس احمر ما ادري وشلون يتكتل العالم.